اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. النهارده الصبح سياده الرئيس افتتح عدد من مشروعات الهيئه العامه للاستثمار، كلم بشكل واضح في عدد من الملفات، كلم بشكل واضح ايضا عن رجال الاعمال في مصر، واتكلم ايضا عن الصناعه وعن المشكله اللي بتقابل العالم كله ومنها طبعا مصر اللي كمان اتاثرت بهذه الازمه. كلام مهم عن الصناعة وعن الكمية أو النسبة اللي بتشتغل في القطاع الخاص وعن رجال الأعمال في مصر. تعالوا نسمع سيادة الرئيس ونعود ونتواصل مع حضرتكم. طب اسمحي لي بس إن أنا أبدأ. اتفضلي. اديني 5 دقايق من فضلك، يعني إن أنا اسمحوا لي إن أنا أوجه لكم جميعا التحية والتقدير وأشكر العاملين سواء كان في الهيئة العامة للاستثمار على الجهد المبذول او حتى رجال الاعمال والصناعه اللي شغالين في هذه المناطق. بوجه لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الدعم. احنا عايزين يعني خلينا اقول لكم ان احنا زيارتنا النهارده الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان احنا ناكد ان احنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعه في مصر وبدعمها وايضا بتسهيل كل المعوقات او المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها، لان احنا مش بعيد عن الواقع اللي احنا موجودين فيه، واللي احنا النموذجين اللي احنا شفناهم من دلوقتي بالرخصه الذهبيه هو ده مسار الدوله اتحركت فيه عشان تيسر ما امكن من الاجراءات اللي بتتعمل. زي ما اتقال 26 موافقه وجهه ولايه بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول الى يعني الى الاجراء العمل الحقيقي ان هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. وانا يمكن هنا كلامي يعني لينا احنا كدوله، ان احنا جهات الولايه اللي بنتكلم عليها ديت، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا عايزين نعمل شباك لواحد وجهه ولايه، يعني تبقى الجهات الولايه تبقى موجوده في مكان واحد وتدي موافقه في مده زمنيه ما تزيدش عن 20 يوم او اقل لو امكن. واتكلمنا على ان احنا لو ممكن، مش ممكن بقى، ده الكلام ده احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصه من جهات المختلفه بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعه اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الاداريه اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهارده النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. إذا كنا بنتكلم على إن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون إنها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط إيدينا في إيدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصه اللي احنا يعني هنطلق اجندته دكتور مصطفى في مش كده اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. ارجو ان هو يدي فرصه للمستثمرين ورجال الاعمال ان هم يعرضوا بشكل او باخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما يبقاش فيه مشكلة أبدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتوا شفتوا كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخل إضافي، مش للشركة اللي بتعمل، لا، لكل إنسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العماله الكبير اللي في مصر واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير، يعني انا اقدر اقول ان العماله المصريه اجورها مقارنه باي دوله من دول العالم مش كتير. يتبقى ان احنا اتكلمت برضه هنا يعني في المشروع الاولاني بتاع الفساد بتاع اتقال ان احنا في مدرسه هتطلع يعني هتدربوا كده، واحنا كنا قلنا رجال الاعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنيه اللي موجوده، وفي رجال اعمال عملت كده. يعني في رجال اعمال عملت مدرسه
وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر، وبنشجع رجال الأعمال على ده، على إن إحنا النهاردة إن يساهموا معانا. أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية، أنا بتكلم يساهموا معانا في إن هو مسار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية لسوق العمل. أنا بتكلم في النقطة ديت، مستعدين إحنا نتعاون معاكم في هذا الموضوع. يبقى إذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الأراضي وتخصيصها، من الرخص بتاع جهة الولاية وسرعة الانتهاء منها، من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس، يتبقى مراكز البحوث والتطوير اللي موجودة في مصر، وهي سواء كانت في الجامعة أو المراكز الأخرى كتير جدا جدا، ومهم أوي إن احنا نربطها مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، لأنها في النهاية ممكن توجد حلول لمشاكل أو لنقاط محتاجة تطوير لو قدرنا نعمل تنسيق وربط بين مراكز البحوث ديت وما بين الصناعة اللي موجودة في مصر. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن أنا كنا قلنا إن احنا خلال الفترة دي واللي جاية هنتوسع دكتور مصطفى بإن احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيرة، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحة جميلة، نحب إن احنا أولا نشجعها وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لأن كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج إن احنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعة أو حجم القطاع الخاص في مصر كم من الإجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ أنا عايز أقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، أنا بتكلم على الأقل 75% من ده. في نقطة مهمة قوي عشان يمكن وإحنا بتكلم كده يقول لك طب أنتوا النهاردة يا ترى أنتوا جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيه الموضوع بتاع خاص ومستلزمات الانتاج والمشكله اللي اتعملت خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. طبعا، وانا يمكن قبل ما ادخل هنا كنت بتكلم مع السيد محافظ البنك المركزي بقول له طمني انتوا عاملين ايه، عشان احنا عايزين ما يبقاش في مشكله حقيقيه تقابل العمل والاستثمار في مصر. انا بقول كده لان احنا ما فيش حاجه هنخبيها عليكم، احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون أقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت، مش كده؟ عشان بس نبقى ايه كلامنا قدام الناس على هوا دكتور مصطفى، مش اكتر من كده. انا بشكركم، وان شاء الله هيكون لينا زيارات لمصانع ومشروعات مختلفه. بوجه التحيه والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز رجال الأعمال في مصر والمستثمرين في مصر وبدأوهم لمزيد من العمل، مزيد من العمل. البلد دي بلدنا كلنا وهتقوم بينا كلنا مش بحد الواحد. شكرا جزيلا. زيارات سيادة الرئيس للمصانع أكيد في غاية الأهمية وهيبقى ليها دلالات مهمة جدا. واضح من كلام سيادة الرئيس انه الفترة اللي جاية او الفترة القادمة هيبقى في زيارات من سيادة الرئيس لمصانع، واحنا بنتكلم انه هيبقى في مصانع جديدة بجانب مصانع كانت موجودة وما زالت مكملة، لان احنا بنتكلم في قطاع خاص، بنتكلم في قدرة
بتصل ل من 70 ل 75%. كلم سيادة الرئيس على ان احنا بنستهدف، والرقم مش كبير لما نقول بنستهدف 100 مليار دولار، ده رقم مش كبير ان احنا نستهدفه من التصدير. كلم كمان على فكرة ان المؤتمر الاقتصادي حيناقش فيه كل مشاكل رجال الاعمال والمستثمرين. خليني ارحب بمهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين. اهلا بحضرتك معانا بشمهندس مجد. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. مش عارفه حضرتك تابعت الصبح او احنا ذاعنا دلوقتي ما قاله سياده الرئيس صباحا، ومهم ابدا مع حضرتك بالاتي. اولا، هل جهزتوا وجهزتوا رؤيتكم للعرض والمناقشه امام المؤتمر الاقتصادي ب المشاكل الخاصة بحضراتكم، وهل عندكم آراء أو أفكار تطرحوها كحلول؟ تفضل. الحقيقة يعني أنا النهاردة كنت في غاية السعادة لما تبعت سيادة الرئيس بيتكلم. إحنا عقدنا اجتماع في جمعية رجال الأعمال لجنة الصناعة والبحث العلمي، وهذا الاجتماع كان الهدف منه أن نجهز نقاط محددة للعرض خلال المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله اللي هيتم عقده في قريب. النقاط الحقيقه يعني من حسن الطالع ان النقاط معظمها بل بعضها سياده الرئيس ادى توجيهات بيه او ذكر. يعني احنا في النقاط اللي احنا جهزناها كان موضوع طرح المشروعات للاستثمار بالمناطق الصناعية، ويكون تم تجهيز دراسات جدوى ليها، ودي تكون في إطار خريطة استثمار صناعية لكافة المحافظات، وفي نفس الوقت يتم طرح هذه المشروعات جاهزين بخريطة. باشمهندس مجد، بتجهزوا أو جاهزين بخريطة لشكل الاستثمار على مستوى المحافظات؟ لا، احنا بنطالب هيئة الاستثمار لانها جهزت قبل كده خريطة استثمار صناعية. نعم. بس كان بينقصها بعض الدراسات الجدوى عن طريق المكاتب الاستشارية. كانت تمام. الدراسات اللي معمولة دراسات مبدئية خالص. تمام. فاحنا كنا بنطالب بخريطة استثمارية صناعية لكافة يعني مشاريع تبقى جاهزة للتنفيذ. وجاهزة للتنفيذ زي ما سيادة الرئيس قال النهاردة. نعم. يكون الموافقات المبدئية اللي بناخدها من 26 جهة تكون هذه الموافقات جاهزة. أي. لهذه المشروعات. نعم. في نفس الوقت تكون الأرض الصناعية مخصصة لهذا المشروع. ويكون المشروع دون بيوفر علينا عملية الاستيراد من الخارج. يعني من القايمة اللي موجودة واللي تم تجهيزها للواردات بتاعتنا من الخارج اللي بتكلفنا كتير، مخلية ميزان المدفوعات بتاعنا مش يعني نيجاتيف طول الوقت. برضو من النقاط اللي كنا يعني ناقشناها في اجتماعنا موضوع إنشاء مجمع للبحوث والتطوير يكون مجهز بالمعامل المعتمدة دوليا، ويدار بمعرفة بعض الجامعات أو إدارة مشتركة ما بين بعض الجامعات سواء جامعات خاصة أو جامعات حكومية. والهدف من الموضوع دول إن في شهادات معتمدة دوليا يجب أن نحصل عليها علشان تيسر لينا موضوع التصدير بصفة عامة، لأن معظم الدول النهاردة بتطلب هذه الشهادات. احنا حاليا بنبعت المنتجات بتاعتنا للاعتماد في معامل خارج البلاد، بيكلفنا ده كتير سواء بقى نقل أو رسوم للاختبارات أو هذه الأشياء. وهتساعدنا في نفس الوقت للبحوث والتطوير لتطوير المنتجات ونخليها اكثر قبولا للدول اللي هتبقى محتاجه هذه المنتجات نقدر نصدرها. نعم.
برضو الحقيقة في الورقة احنا ذكرنا نقطة ثالثة وسيادة الرئيس برضو أشار بيها وهو التعليم الفني التطبيقي. أيوة. اللي احنا بنطالب به المصانع النهاردة بدأ الموضوع ده وان يتم تنفيذه في بعض المصانع ان احنا يبقى عندنا التعليم الفني التطبيقي، يعني معناها الطالب بيدرس تبع وزارة التعليم تبع التعليم او التعليم الفني يعني وفي نفس الوقت بيجي يطبق الكلام ده في المصانع. بيخش المصانع وهو لسه طالب بياخد مكافأة بسيطة، لكن في نفس الوقت بيبدأ يتدرب، ومعظم الوقت الخريج هذه المدارس يلاقي وظيفة عمل على طول مباشرة في هذه المصانع. واحنا بينقصنا بعض العمالة المتدربة الفنية الماهرة اللي بعضها طلع وبيشتغل حاليا في بعض الدول خارج مصر. فاحنا لازم يبقى في عندنا تدريب مستمر من خلال تدريب عملي مستمر من خلال المصانع القائمة. أيوة. لأنه بيتدرب في هذه المصانع وبيقدر يطلع ويلاقي وظيفة عمل على طول. نعم. احنا وجهة نظرنا ان الحقيقة في عندنا مسلل ذهبي. أيوة. وهو الاستثمار والإنتاج والتصدير، وكل بند من دول يجي تحتيه بعض النقاط الهامة. يعني الإنتاج معناها زيادة الناتج القومي، زيادة فرص العمل. نعم. وتقليل من نسب البطالة. التصدير الحقيقة نقدر نوصل له لو زاد الإنتاج، لأن ما فيش دولة بتصدر إلا ما يكون عندها إنتاج كافي طبيعي بشكل الأسواق المحلية بتاعتها. نعم. وبعدين بتقدر تصدر جزء منها. برضو من النقاط المهمة اللي احنا ذكرناها في الورقة دي. أيوة. اللي هو تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لحد تفعيل النهاردة. قانون تفضيل المنتج المحلي. تمام. ده قانون صادر بقاله 3 سنين أو 4 سنين. لحد النهاردة هو قانون مش مفعل كما يجب. وده بيقلل فرصنا في الاستثمار، لأن المستثمر الأجنبي أيوة. بيجي طمعان في السوق المصري إن ياخد جزء من احتياجات السوق. أيوة. وفي نفس الوقت يقدر يصدر الباقي للدول اللي مصر تتمتع باتفاقيات معاها. نعم. إذا كان مش هياخد السوق المحلي دراسة الجدوى عنده ما بتبقاش إيجابية. صحيح. وبالتالي عامل جذب للمستثمرين الأجانب. أيوة. يلاقي عنده سوق نقدر نقول بنسبة كبيرة هياخد جزء منه. والجزء ده الحقيقة قانوني 100%، لأن ده بيتبع جهات حكومية. جهات حكومية من حقها أنها تشتري منتج بلدها. أيوة. فمنتج بلدها دايما بيبقى مفضل سواء هذا المنتج. وقانون الحقيقة قائم وموجود، سيادة الرئيس ماضي عليه. نعم. 3-4 سنين. هو الغريبة أنه ليه مش مفعل، هو ده الغريب. والله احنا اقترحنا برضو حلول لتفعيله. ان في بعض الاحيان الجهة ما بتقدرش تطبق القانون، لان القانون بيدي ميزة للمنتج المحلي اللي اعباؤه كثيرة ومساهمته في الدخل القومي. نعم. عندنا في الصناعة بعض الاعباء، يمكن بعض الاسواق الاخرى ما عندهاش نفس الاعباء دي. وبالتالي القانون ادى ميزة يعني تصل الى 15% في فرق السعر. لكن في بعض الأحيان بيكون الموازنة عند الجهة اللي هتشتري المنتج دون. أي. ما بتسمحلهوش إنه يدفع أكتر بدء السعر اللي جاي له. أي. وفي الحالة دي بيضطر إنه هو يشتري منتج أجنبي زي ما يكون بندعم الصناعة في البلاد في البلاد خارج. نعم. فده برضو طرحنا بعض الحلول على السيد وزير المالية والسيد وزير الصناعة. اللي يكون في موازنة إضافية أو صندوق يدعم الجهات الحكومية اللي بتفضل المنتج المصري لو كان عندها تكلفة إضافية نتيجة تفضيلها المنتج المصري. أيوة. وأعتقد أن ده لاقى بعض القبول عند السيد وزير المالية والسيد وزير الصناعة. تمام. يعني إحنا عندنا دايما مش بنعرض مشاكل زي ما إحنا بنقول، لكن إحنا بنعرض حلول وتوصيات يمكن. نعم. تساعد في خروجنا لزيادة الاستثمار. لا مهم طرح وعرض الرؤية مع حلول، يعني ده شيء بالطبع. يحترم
فكرة انه حضراتكم من حقكم لو في مشاكل انه حضراتكم تعرضوها، لكن كمان لما تبقى مصحوبة برؤية للحل فده شيء عظيم، وده المطلوب. هو ده الحقيقة سياسة الجمعية وسياسة مجلس الصناعة، ان احنا بنطرح المشكلة او التحدي اللي بنقابله، أيوة. بنطرح الحلول لي اللي بنجد ان هذه الحلول بتبقى وين وين سيتويشن، صحيح، سواء للصناعة او للناتج القومي بصفة عامة يعني. نعم باشمهندس، احنا بنتكلم على السنة اللي فاتت، اعتقد انه كان الرقم 31 مليار دولار كانت حصيلة الصادرات، وخليني ابقى واضحة مع حضرتك، احنا بنتكلم في رقم ضعيف للغاية. ده كمان ما كانتش ازمة روسيا واوكرانيا ظهرت بشكل واضح زي دلوقتي. طيب وجهة نظر حضرتك، وانا حابة جدا ان انا اسمعها، ازاي نوصل لرقم 100 مليار دولار تصدير؟ وكمان انا يعني طلبة من حضرتك انه لما تقولي ازاي، استأذنك كمان تقولي ده يبقى مستهدف في فترة قد ايه حضرتك، عشان نقدر يعني في عندنا تجارب عملية. الحقيقة مش عاوز اتكلم على تجارب شخصية، لكن في عندنا تجارب عملية ان المستثمر الاجنبي بيجي يستثمر في مصر، ده بيحل لنا موضوع الاستثمار او التنمية المستدامة. فالمستثمر بيخش يستثمر في مصر زي ما قلت لحضرتك، علشان ياخد جزء من الانتاج بتاعه يسوقه في السوق المحلي. تمام. وده طبعا لو تم تطبيق تفضيل المنتج المحلي لدى الجهات الحكومية والمخاطبة بالقانون، هيخلي في اقدام من المستثمر ان يجي يستثمر في البلد، ودي تجارب عملية احنا لمسناها. ده على طول بصورة مباشرة بيجي يعمل حجم انتاج يغطي السوق المحلي ويغطي التصدير. تمام. اللي بيبقى داخل فيه دراسة الجدوى بتاعته علشان يقدر يصدر للدول اللي مصر بتتمتع باتفاقيات تجارية معها، يعني زي كوميسا وزي الدول العربية وزي أوروبا وزي حتى تركيا. نعم. فده كله بيساعد زيادة حجم الصادرات. فعشان نزود حجم الصادرات لابد من زيادة حجم الاستثمارات. نعم. وعشان نزود حجم الاستثمارات محتاجين نجذب المستثمر الأجنبي ونقول له تعالى في عندنا سوق مستعد ياخد منك المنتج اللي انت هتنتجه في البلد. أيوه. وفي نفس الوقت هيسر لك عملية التصدير. التصدير في الحقيقة في يعني سياسة واضحة لوزارة المالية برد الأعباء للصناعة المصرية للمصدرين. نعم. وبالتالي في رد الأعباء للمصدرين بيسموها زي حافز للتصدير يعني. أيوه. فده طبعا بيبقى شيء بيخش برضو في حسابات المستثمر الأجنبي. الحاجتين دول من الحقيقة بيأدوا زي ما أنا قلت برضو المثلث الذهبي. إذا بدأنا بالاستثمار هنقدر نوصل لزيادة الإنتاج ونقدر نوصل لزيادة حجم الصادرات. حجم الصادرات في مصر الحقيقة محتاج نظرة بره الصندوق. عشان نزود حجم الصادرات يجب إن إحنا ندعم بشدة الاستثمار وندعم بشدة الإنتاج. طبعا وجود عوامل كثيرة مساهمة أو هتساعد للوصول للهدف ده. حضرتك سألتي برضو نوصل للهدف ده في كام سنة إزاي وفي قد إيه، وحضرتك قلت لي إنه لازم تبقى الأفكار خارج الصندوق. حضرتك عشان نقدر نوصل للهدف ده في مدة أقصر مدة ممكنة نقدر نوصل لها في مدة مثلا من 3 لـ4 سنين نقدر نوصل للمئة مليار ونعديها. وده مش مدة رقم طويلة. مش رقم كبير يعني. يعني نقدر نوصل يمكن في 2 أو 3 سنين، بس مش عاوز ابقى متفائل زيادة عن اللزوم. لكن خلينا موضوعيين. وعاوز اقول ده حصل في دول حوالينا. انهم كانوا مخططين وكان بديين بحجم تصدير يمكن 25 أو 30 مليار زينا. وقدروا يوصلوا
ل 50 و75 مليار في ظرف سنتين. أيوة. فاحنا نقدر نوصل لده زي ما بقول لحضرتك اذا اتبعنا خطوات غير تقليدية علشان نقدر نوصل لنتائج غير تقليدية وفي وقت اقل. تمام. وفي وقت بشكرك فندم، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. النهارده كمان سيد الرئيس اتكلم على أهمية مراكز البحوث، اتكلم على ربطها بالصناعة في مصر. طيب خليني أرحب بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. ألو ألو دكتور محمود. نحاول نتواصل كده مع دكتور محمود صقر، لأنه فكرة التواصل طول الوقت ما بين مراكز البحوث وما بين الصناعة، احنا بنتكلم في العالم معدي يا جماعة في الصناعات وفي نوع الصناعة نفسه، في مسألة الربط اللي بالعلم والنانو تكنولوجي وازاي ده يدينا شكل أسرع وازاي ده يدينا نتائج حديثة زي ما بنقول زي ما العالم شغال. دكتور محمود معانا؟ أي فندم معاك أستاذ. أهلا بحضرتك دكتور محمود سعد. أهلا بحضرتك. سيادة الرئيس النهاردة اتكلم على فكرة أنه لازم يكون يبقى في ربط ما بين البحث العلمي وما بين الصناعة. هل احنا خدنا خطوات وفي ممكن يبقى أخبار جديدة هنسمعها عن خطوات جديدة الفترة القادمة؟ هو والله يعني سيادة الرئيس بقاله فترة يمكن من أكثر من سنة ونص كان وجه بحصر المنتجات وقطع الغيار اللي تستوردها مصر من الخارج، ودي طبعا قيمة فاتورة الاستيراد في قطع الغيار والمنتجات اللي يمكن تصنيعها محلية كبيرة جدا جدا. فكان في توجيه يعني على أعلى مستوى من السيد الرئيس إن يتم توجيه خطة البحوث والتطوير والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية إنها تشتغل على هذه المنتجات بحيث نقلل من قيمة الفاتورة الاستيرادية من حاجات يمكن تصنعها محليا. من سنة ونص تقريبا وبدأنا نشتغل عليه، كل جهة حسب يعني الأهداف اللي أنشأت من أجلها وحسب خطتها. بدأنا نشتغل على هذا الموضوع، وفي يعني التعاون ما بين المراكز البحثية وبعض المؤسسات الصناعية بهدف تصنيع كثير من المنتجات اللي يتم استيرادها من الخارج، وهي منتجات يمكن بسهولة تصنعها محليا. بسهولة طبعا. أيوه. حاجات كثيرة جدا يعني مش عايز اقول لحضرتك نسبة كبيرة جدا من هذه اللي يمكن تصنعها محليا. ما تديني امثلة يا دكتور محمود كده عشان تبقى الناس معنا في الصورة. يعني هقول لحضرتك مثال بسيط وغريب. الدرافيل الصلب اللي بتستخدم في المطاحن. مصر اكبر بلد يعني تقريبا يعني طبعا زي ما كنا عارفين مستورد للقمح، وبالتالي هي اكبر بلد مستهلك، وبالتالي هي اكبر بلد بتشتغل على صناعه القمح وصناعه رغيف الخبز. تمام. المطاحن الدرافيل الصلب بتاعتها دي حاجه ضخمه دي جدا. هيوج بطريقه غير عاديه. احنا بنستوردها. ايوه. يمكن تصنيعها محليا في معهد بحوث الفلزات، بل وتم تصنيعها قبل كده وتوقف معرفش ليه يعني. ده نموذج. قطع الغيار، المعدات الزراعية كلها يمكن تصنعها محليا. عندنا يعني صناعة السباكة والمعادن متقدمة جدا. هو كل ما في الأمر التشبيك والإلزام طبعا والتوجيه، إن كل واحد طالما في منتج محلي متوفر ويمكن تصنيعه محليا يبقى جرم إن احنا نستورده يعني. دي نماذج لحاجات قائمة بالفعل يمكن تصنعها. أنا دكتور محمود معلش استحملني واعذرني. تحت أمرك. أنا مستغربة جدا، أنا مستغربة جدا حضرتك بتقولي على حاجات بنستوردها نقدر نوفر منها العملة الصعبة ونصنعها في مصر ونشغل ناس وتبقى صناعة مصرية ونقلل فاتورة الاستيراد. يعني إيه الحاجات دي جاهزة ويعني إيه ما يتمش تنفيذها؟ شوفي هقول لحضرتك، يمكن
بس انا هسيبك تكمل برضو عندنا ايه تاني عشان انا عايزه اتضايق اكتر يعني ضايقني اكتر. هو لا هو سؤال اعتراضي صعب بس انا هقول لحضرتك. اتفضل. هو يمكن العامل المحدد احنا السوق المحلي احتياجاته قد ايه؟ ما هو برضه خلينا نبقى واقعيين يعني شويه. لو انا مثلا هعمل خط انتاج واستثمارات عشان احتياجات السوق المحلي فقط ربما يكون ده مش كفايه او مش مربح بما فيه الكفايه، ويبقى الامر محتاج فتح ابواب للتصدير الى اخره. لكن خلينا نقول ان احنا دلوقتي مركزين على الصناعات اللي فيها قيمه مضافه عاليه جدا جدا، يعني مثلا الاجهزه الطبيه ده مجال مصر تقدر تعمل فيه حاجات كبيره جدا، وجربنا ونجحنا في حاجات، يعني عندنا نموذج ناجح لشركه ستارت ابس لمجموعه من الشباب خريجي هندسه طبيه بجامعه القاهره، دلوقتي بيصنعوا اجهزه غرف العنايه المركزه وبيصدروها للخارج، وصنعوا جهاز التنفس الصناعي، كل ده الحمد لله بدعم من الاكاديميه. فبقى عندنا منتج يعني صنع في مصر في زمن قياسي نتيجة لهذا التوجيه، أصل هي إرادة بالدرجة الأولى يعني. بقى عندنا منتج موجود في السوق معتمد من الاتحاد الأوروبي بيتم تصديره للخارج، في أجهزة طبية اللي أنا يعني محتاجة قيمة مضافة. أنا مش رافضة فقه الأولويات، لكن يعني طالما اقدر اوفر عمله صعبه واشغل ناس واجيد في المساله الداخليه واصل لمساله تصدير، هي ما هي ليه لا؟ هو بالظبط ممكن، ونبتدي بحاجات بسيطه في الاول وحاجات سهله وحاجات متاحه. ده نموذج يعني حصل فيه. نموذج تاني برضو بيشتغلنا عليه كويس ومع وزاره الزراعه وناجح، اللي هو برضو ده كان توجيه يعني للحكومة، اللي هو إنتاج التقاوي محليا. احنا كنا بنستورد تقاوي الخضر من الخارج، ودي مكلفة جدا جدا، يعني احنا مصر أكبر يعني منتج للخضروات في المنطقة، فالتقاوي دي كنا بنستوردها من دول أخرى. حاليا بيتم إنتاجها محليا، ودي صناعة مهمة جدا جدا. لأن انت عارفة حضرتك يعني إنتاج الغذاء بيبتدي من الأول من إنتاج التقاوي محليا. صحيح. ودي برضو من الصناعات المتقدمة جدا، واللي مصر بتقدر تعمل فيها حاجات كويسة جدا. اتكلمنا بقى على الصناعات، صناعة التعليم برضو يعني في الفترة الأخيرة. صناعة الإيه فندم؟ كثير صناعة التعليم نفسها. يعني تمام. اللي هو الشركات اللي بتقدم خدمات تعليمية عن بعد، تعتمد على الدي ليرنينج أو كده أو الأونلاين أو بقى عندنا شركات ناشئة بدأت تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من السوق، والقيمة السوقية لكثير من هذه الشركات تجاوز مبالغ ضخمة جدا جدا. كل دي نماذج يعني إحنا يعني فخورين بيها، ويمكن أما بيبقى بس في قصص نجاح كده هو، والشباب بيبتدوا يشوفوها فبيبتدوا يتحمسوا. واخيرا بقى زي ما حضرتك كنت متابعه طبعا، هو اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه، لان دي هي اللي هتساعد في تهيئه بيئه مشجعه للصناعه اللي هي قائمه على المعرفه في مصر وحمايه الحقوق بفروعها المختلفه يعني. فهي يعني انا يعني بما اني يعني في المجال بقالي فتره، شايف ان الظروف مواتيه، شايف ان بقى في منتجات اتصنعت بالفعل يمكن مش كتيره، يمكن مش عامله فرق، يمكن مش مؤثره في قيمه الفاتوره الاستيراديه في مصر، لكن بدانا على الطريق يعني، بدا يبقى في تصنيع محلي. وكان قريب قوي دوله رئيس الوزراء كان في زياره لاحد المعارض على هامش اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه، شاف كذا منتج وكلف بعمل تقارير ودراسات جدوى للبدء في التصنيع. فدي يعني حاجات كلها احنا ما كناش بنحلم بيها استاذ عز حضرتك. يعني احنا كان اخرنا ابحاث وننشرها وخلاص، لكن دلوقتي الدنيا مختلفه، احنا اتاخرنا كتير، والفتره الحاليه شايله وبتدفع فاتورتها وفاتوره غيرها، يعني فاتوره سنين. الحقيقه ده صحيح، ده صحيح، ده صحيح، لكن يعني ان شاء الله خلاص يعني انا بحس ان احنا خلاص على الطريق الصحيح. بدانا نجني الثمار. يمكن الناس مش حاسه بالمردود قوي ان في حاجه مصنعه في مصر قويه وتنافس في الاسواق العالميه، لكن بقى عندنا بقينا عارفين السكه يعني. والناس بقى عندها حماس انها تشتغل، ودلوقتي بقينا احنا كجهات يعني بتدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ما بقاش ممكن حد يحصل على منحة المشروع بحثي إلا ما يكون معاه شريك صناعي. وإحنا كنا قريب قوي في دمياط ربطوه بالمشروع الصناعي. ما عدناش بندي منح ولا جرانت للباحثين إلا ما يكون معاه شريك صناعي ومشكلة صناعية حقيقية. وآخر مثال عملناه كانت مع زيارة من كل العلماء والباحثين من كل الجامعات والمراكز البحثية في مصر لمدينة دمياط، ولقاء مصنعي الجبن في دمياط ومصنعي الألبان في دمياط. هي صناعة قوية جدا، صحيح، لها سوق عالمي، لكن بمساعدة بسيطة من البحث العلمي ممكن تصل إلى العالمية. يعني عارفة حضرتك صناعة قيمة جدا، محتاجة بتقابلها بعض المشاكل في بعض البوادق اللي بتستخدم في الصناعة، في مراقبة جودة الألبان، في التعبئة، في التغليف، في معايير الجودة دي. اعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر نساعدهم فيها، يعملوه على الوجه الاكمل. في اي مشاكل مقابلاهم لو هو معاه المصنع او معاه المستثمر؟ بيبقى المشكلة الاولانية ان الصناعة برضو حضرتك يعني لسه فكر ان الصناعة تصرف على البحوث والتطوير ده مش موجود. الثقافة دي مش موجودة بكل اسف. يعني احنا بس بدأت برضو صغير واحنا بنحاول. وعموما ده دورنا احنا كحكومة في مرحلة التيك اوف دي، ان احنا ندعم الصناعة دي في مجال البحوث والتطوير. طبعا هو بعد كده هيحس بالقيمة، هينطلق وهو اللي هيصرف. يعني كل عارفة حضرتك يعني كل الهيئات عندنا دايما فلوس المسؤولية المجتمعية، احنا مجتمع طبيعته كده يعني. أيوه. يبقوا شايفين انها افضل انها تروح لمؤسسات خيرية، تروح لمساجد، تروح يعني لإعانة اجتماعية. بيبقى مردودها مباشر وقدام عينيهم بيشوفوا وسريع. بس احنا عايزين ثقافات كتيرة تتغير عشان نكمل. بالضبط. هي مسؤوليتنا كلنا بصراحة. يعني أيوه. هي أيوه. أيوه. زي ما حضرتك عارفة ودايما بتقول هي سلسلة فيها حلقات كتيرة قوي. صحيح. لو أي صحيح. حلقة منهم ضعيفة واتقطعت كل خلاص كله بيضعف. كله بيضعف. عندنا ايه تاني كلمني عنه غير ما يتعلق بمشروع الجبن والألبان الخاص بمحافظة دمياط؟ طبعا عندنا طبعا التغيرات المناخية بقى، COP27 يعني هو ده الحدث الكبير. وإزاي يوجه البحث العلمي في مصر لمعاونة الدولة في مجافة أثار التغيرات المناخية. طبعا عندكم شغل جاهز لده يا فندم؟ عندنا شغل كبير جدا في الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعني احنا قاطعين صوت كبير طبعا حضرتك. يعني برضو لازم كلنا نبقى عارفين بما ان مصر تستضيف قمة المناخ. نعم. ان مصر من اكثر الدول في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي العالم العربي استثمار في مجافة اثار التغيرات المناخية. يعني يمكن حاجات كتيرة جدا احنا بنشوفها كل يوم بتتعمل، بس ما بنبقاش يعني حاسين بالاثر البيئي بتاعها. لو اتكلمنا على سبيل المثال للحصر حضرتك، انا بتكلم على مشروعات ضخمه، مشروعات كبرى، او بيسموها ميجا بروجكت في الغرب. تمام. يعني تمام. كلمني عنها دي، هتنطلق امتى؟ هقول لحد كلنا بنشوفها وكلنا بنتعامل معاها، بس ما بنبصش على الاثر البيئي بتاعها وما بنعرفش نسوقها كويس. فضل. على سبيل المثال للحصر، لما مصر تتحول في النقل العام او النقل الجماعي الى وسائل النقل الكهربي زي التوسع في شبكات المترو، زي القطار الكهربي، زي المونوريل، زي الى اخره. ده باختصار مفيش دوله في العالم بتعمل كده، لان ده معناه بتقلل الانبعاثات الكربونيه من وسائل النقل العام. بتحافظي على نسبه الانبعاثات الكربونيه او ثابته او بتقللها. بس اعتقد ده بدانا فيه، اعتقد مش كده؟ ده بدانا فيه بكتير. طبعا بدانا فيه بكتير. لا انا بتكلم على اللي جاي. ايه مهم انه اللي جاي جاهزين بيه ومحتاجين احنا اللي جاهزين فيه واللي هيعرض في قمه المناخ ان شاء الله كمخرجات لمنظومه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال مشروعات لمجافه التغيرات المناخيه. هنلاقي حاجات في الهيدروجين الاخضر، هنلاقي حاجات في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، بنتكلم عن حاجات تصنيع محلي. أيوه. عشان برضه يعني ما هي الحاجات دي موجوده بره يعني. تمام. عارف ازاي؟ هنشوف حاجه كويسه ان شاء الله، ونسمع اخبار كويسه عن سيارات كهربائيه من تصنيع محلي. دي حاجه هيبه. هنشوف على حاجات على صناعه قويه جدا في حسن استغلال واداره المخلفات الزراعيه وتحويلها الى منتجات تنميه اقتصاديه. طيب هنا بنتكلم شغل، هنا بنتكلم دكتور محمود، ده شغل حكومه ولا ده شغل قطاع خاص؟ الاثنين
هو الاثنين. هو شوف حضرتك الاثنين ما عادش في حكومه وقطاع خاص ومجتمع مدني هو كله لازم يشتغل مع بعضه، يعني هي الشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الثلاث اضلاع دول لازم يشتغلوا مع بعض. تمام. لو انت بتتكلم في جزء كبير جدا جدا من المشاكل مجابهتها مش الحكومه فقط. نعم نعم، انا بس كنت عايز اعرف المعلومه بس. وجود القطاع الخاص كلنا معاكم بنشتغل مع بعض. هو دلوقتي اي مش عايز اقول انه شرط، ولكن هو احد معايير التفضيل القويه جدا جدا ان اي بروجكت نشتغل عليه يكون فيه هذا الثلاثي موجود. ايوه لان انت في الاخر حضرتك بتبقي عايزه تنشري الشغل ده وتطبقيه على ارض الواقع، عايزه المجتمع المدني يكون موجود، عايزه تصنعي بمستويات كبيره على نطاق تجاري، ده مش شغل البحث العلمي، ده شغل القطاع الخاص. أيوة. عايزه تعملي بحوث وتطوير، ما ينفعش اكلف مستثمر بيبتدي ان انا اقول له اصرف على البحوث والتطوير من اول يوم. لا طبعا، وظيفه الحكومه والمراكز البحثيه، فالثلاثه بيشتغلوا دايما مع بعض من باب التحفيز. نعم صح. من باب التحفيز، يعني الحوافز من ضمن الحوافز انك تساعده في حل المشاكل طبعا بتاعته، المشاكل الفنيه ما تخليلوش مشاكل اصلا، ما يبقاش فيه مشاكل. طيب مهم ان احنا بالضبط هنشوف ده قريب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود صقر. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيد الرئيس كمان اتكلم النهارده وقال ان الدوله بتشجع رجال الاعمال على التوسع في المدارس الفنيه. طيب احنا وقال انه في رجال اعمال بالفعل عملوا مدارس، في رجال اعمال تعاونوا او عرفوا ازاي يحصل ما بينهم وما بين المدارس ان هم يستفيدوا من هذه المدارس. خليني ارحب بالدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. اهلا بيك دكتور محمد. احنا بنتكلم تقريبا، يعني عايز اعرف برضو علاقه رجال الاعمال بالمدارس الفنيه، بنتكلم كم مدرسه بالفعل تم انشائها من قبل رجال الاعمال؟ هو حضرتك طبعا المقصود بالمدارس اللي هي بنتشارك فيها مباشره مع رجال الاعمال في ادارتها، احنا دلوقتي قربنا على انشاء 42 مدرسه. 42 مدرسه. 42 مدرسه. بدانا طبعا زي ما حضرتك عارفه من سنه 18. ايوه. ثلاث مدارس بقوا من السنه اللي بعدها 11. السنه اللي بعدها 16 شويه. الكوفيد كان مأثر. لكن خلال 21 و22 ضفنا كل سنه ما يزيد عن 10 مدارس. فدلوقتي أيوه. عندنا 42 مدرسه، منهم خمس مدارس دوليه. تمام. دولية للتكنولوجيا التطبيقية، لأنها أولا معمولة برعاية أحد شركاء التنمية الأساسيين لنا وهي المعونة الأمريكية. نعم. في برنامج اسمه Work Force Egypt. ودي مدارس يعني تعتبر مدارس مثالية، مدارس نظيفة، مدارس ذكية، مدارس خضراء. نعم. وفي نفس الوقت تعليم فني متميز معتمد دوليا من إحدى الجهات الأمريكية. فدول اللي هي فيها الشراكات المباشره. لكن اللي عايز حضرتك برضو، ويمكن كنا اتكلمنا في فتره، احنا بنطور في كل مدارس التعليم الفني بالاشتراك مع رجال الصناعه. باشتراك يعني مع رجال الصناعه. طيب ده يخليني اسال حضرتك اكتر القطاعات في مجال الصناعه، انواع صناعه ايه اللي بتشتغلوا مع بعض فيها دلوقتي؟ دول ما عملوش او ما دخلوش فكره ال 42 مدرسه. طبعا اللي بيخش معانا ال 42 مدرسه هي شركات القطاع الخاص الكبيره. تمام. يعني اللي هي حجم اعمالها يستحمل، اللي هي في حاجه الى تاهيل الاشتراك معانا في تاهيل العماله وتدريبها في مصانعها. نعم. وتعيين معظمهم بعد التخرج. خرجنا بالفعل دفعات السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه اللي فاتت تخرج ثلاث مدارس من هذه المدارس خرجت دفعات، والسنه دي 10 مدارس خرجت دفعات ومعظمهم اتعين في شركات رجال الاعمال اللي هم عاملين معنا المدارس او الشركات المشابهه ليها يعني. تمام. اما بقى بقيه المدارس اللي هي الفنيه التقليديه. ايوه. فاحنا عملنا ايه فيها؟ طورنا المناهج، بدانا نركز على المهارات وعلى السلوكيات، ما تبقاش المحتوى هو المهم، يعني طريقه الكتاب المقرر دي بطلت، ما فيش دول بتستخدم الكتاب المقرر في التعليم الفني. تمام. لازم الخريج يكون التطوير اللي عملتوه يا دكتور محمد
بمعرفة رجال الأعمال اللي بالظبط كده بنجيبهم يا فندم وبنقعد معاهم ونتكلم معاهم في ايه هي المهارات اللي انت عايزها في الشركة. ده بقى الكلمة الجديدة اللي احنا يعني قطعناها في الحجر اللي هي كلمة الجدارات او الكومبتنسي، المهارات مع السلوكيات مع المعارف. فبالتالي بنتفق على كل مهنة بقى، مهن صناعية، مهن في مهنة الفندقة، في السياحة، في الزراعة، في التجارة. فبنتفق على يعني نقدر نقول مواصفات الخريج. وبنتفق على قائمة المهارات، بنكتبها واحدة واحدة واحدة. ونبدأ نصمم المنهج وبعدين نطلبهم تاني عشان يتأكدوا ان اللي اتعمل ده هم اللي عايزينه، ونعدل لغاية لما نتفق. تقريبا خلصنا 80% من المناهج القائمة اتطورت وبنطبقها في المدارس على طول. طيب الأسبوع الجاي هنكون بنطبق في 900 مدرسة فنية من 1300 مدرسة. يعني الحمد لله سنة 24 سبتمبر 24 هنكون خلصنا كل المناهج وكل المدارس الفنية. طب هايل. ده بقى يا فندم بنعمل ايه؟ اما الطلبة بتيجي تتخرج من المناهج المطورة دي بقى، بنجيب في السنة النهائية ممثلي سوق العمل يمتحنوا الطلبة معانا. تمام. فدي طبعا خرجنا منها. دي أنا عارفة صحيح. طيب قبل ما أشكر حضرتك، إمتى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية دكتور مجاهد؟ هي دي طبعا التعليم العالي اللي هيبقى عارفها، لكن التنسيق دلوقتي بيتم إلكتروني، وأظن إن هم بدأوا يقدموا من كام يوم. أعتقد يعني بكثير على نهاية الأسبوع هيكون في نتيجة إن شاء الله. تمام. شكرك فن. شكرا جزيلا دكتور محمد. أنا واحدة من الناس في انتظار المؤتمر الاقتصادي، لأنه أنا بشوف إنها فرصة، وفرصة مهمة في توقيت مهم واستثنائي على مستوى العالم بالنسبة لمصر، إنه يبدأ بالفعل تنفيذ مش عايزة أقول يعني أنا متأكدة أنه ما يتم طرحه ليس مش هيكون تعجيزي، لكن في نفس الوقت إحنا لو مركزناش قوي الفترة دي علشان نجهز للمؤتمر الاقتصادي أعتقد هيبقى إحنا يعني مش جادين. بس أنا على يقين إن إحنا جادين في هذه المسألة، والناس هتبقى جاهزة بالرؤى وبوجهات النظر وبطرح الحلول، وأيضا بالتوقيت أو الاستهداف هيبقى في خلال قد إيه، لأن ده مهم جدا إحنا محتاجينه بأقصى سرعة. النهاردة بالمناسبة وإحنا بنتكلم على إزاي زيادة إيه إنك تدخل عملة صعبة أكتر، أنت محتاج إن أنت تقدم حوافز. النهاردة سيادة الوزيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الحقيقة كان في اجتماع مهم جدا تم طرح من خلالها كوزارة هجرة عروض خاصة، أسعار حصرية زي ما بنقول لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية للعاملين في الخارج. ده جزء لازم نهتم بيه قوي يا جماعة، لأنه ده كمان مش محتاج بقى لأن أنت لسه هتنشئ مصنع ولا لسه القانون ما تطبقش أو لسه القانون ما طلعش، لا دي أفكار سريعة التنفيذ، مفيش حاجة تاخد عليها وقت، وسريعة أيضا فكرة المردود، يعني هكذا أنا أتصور. يعني خليني أرحب بسيد سفيرة سوها جندي. مساء الخير يا سيد سفير. سيد الوزيرة مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيد الوزيرة، أهلا بيكي. الحقيقة أنا تابعت اجتماع حضرتك النهاردة والتيسيرات أو الامتيازات اللي حضرتك قدمتيها للمصريين المقيمين في الخارج، وده شيء عظيم جدا أحب أن حضرتك توضحه لنا. تفضلي. ربنا يخليك يا فندم. هو الحقيقة إحنا من ساعة ما حلفت اليمين وإحنا بنحاول إن إحنا نشتغل على الموضوعات الخاصة بالاستثمارات المصريين في الخارج في وطنهم الأم. ونساعدهم على إمكانية إن هما يستثمروا في جميع المجالات. في نفس الوقت بنحاول إن إحنا نسعى إن إحنا نديهم امتيازات في مقابلها يتم تسديد هذه الفرص
الاستثمارية أو العروض اللي احنا بنديها لهم في مختلف المجالات يتم تسديدها أيضا بالعملة الصعبة. نعم. بحيث ان المصريين في الخارج يكونوا متحفزين ويعني متشجعين على ان هم يسهموا بالعملة الصعبة في مختلف المجالات اللي تعود عليهم بالنفع. فيبقى نعم. المعادلة فيها مصلحة من الجانبين. تمام. من جانب الدولة الأم ومن جانب المصري المغترب والمهاجر، خصوصا ان هم اهتموا زي ما حضرتك شايفة بالتحويلات في وقت في أزمة اقتصادية على مستوى العالم، كانوا زادت التحويلات إلى مصر لأن هم شاعرين بشكل أكثر أمانا بأن السياسات السوقية بتاعة مصر فيها بعد رؤية وفيها عمل على تطوير وعمل على دفع وتدعيم الاستثمارات بتاعتهم في البلاد، وده بيحسسهم براحة. ومن ثم من ساعة ما جيت الحقيقة وإحنا بنشتغل بشكل مكثف على تو تراك زي ما بيقولوا أو مسارين. مسار سريع اللي حضرتك كنت لسه حالا بتتكلمي عليه وهو إن إحنا يبقى عندنا محفزات يتم الاستفادة منها دلوقتي. تمام. ففعلا كانت أول المحفزات دي رحت تقابلت مع معالي وزير الطيران المدني واتفقنا على أن يتم دراسة منح المصريين في الخارج محفزات في التذاكر الطيران السنوية. أسعار تذاكر الطيران السنوية اللي هم بينزلوا بيها وخصوصا بالنسبة للعائلات. احنا عندنا في الخليج مواطنينا هم وعائلاتهم كبيرة موجودين، وطبعا العملية بقت مكلفة جدا للنزول والطلوع في إطار الأزمة الاقتصادية اللي حضرتك شايفاها. نعم. فيبقى البديل ان احنا نديهم الميزات اللي تحفزهم على ان هم يركبوا الشركة الوطنية كمان. نعم. يعني مش عايزين نكون في اطار ان في منافسة عالمية في الاسواق وبقى في طيران رخيص وما الى ذلك، ان هم يتناسوا الخدمات اللي بتقدمها الشركة الوطنية، وهي واحدة طول عمرها كانت الاكبر في افريقيا على مستوى القارة الافريقية، واحنا مش عايزينها تنزل من مكانتها دي. أيوه. فمن ناحية هم يتحمسوا لركوب الشركة الوطنية أينما كانوا، ومن الناحية الأخرى الشركة الوطنية. طب هو سؤالي لحضرتك ست الوزيرة، العروض اللي حضرتك اتفقتي معاها مع وزير الطيران، هل بعد التخفيض أو في حالة هذه العروض هتقف أرخص من طيران غير الطيران الوطني؟ حضرتك هتقف أرخص من طيران غير الطيران الوطني في الشركات الممثلة للطيران الوطني. بمعنى إيه؟ أيوة. حضرتك دلوقتي بقى عندك نوعين من الطيران على مستوى العالم. طيران رخيص ده ما بيديكيش أي خدمة خالص، لا بيديكي أكل ولا بيديكي شنط ولا بيديكي أي حاجة، وبتضطري إن أنت تدفعي في كل حاجة بتستخدميها. الساندويتش اللي بتاكليه على الطياره بتدفعي ثمنه. أيوة. الشنطه اللي بتاخديها معاكي بتدفعي ثمنها، ففي أيوة. الاخر يو اند اب وبتخرجي من الطياره دفعه اكتر من الشركات اللي هي عاليه المستوى وبتقدم خدمات زي الطيران المصري وزي العديد من شركات الطيران اللي هي محتفظه بالمكانات. يعني في النهايه هتقف ارخص بالنسبه له، هتقف يعني ارخص من الطيران المماثل مش من الطيران الرخيص. المماثل هتقف ارخص من الطيران المماثل اللي هي الشركات المحترمه، بجانب انها بقى بتوفر له خط مباشر لدولته الام. أي. يعني هيركب هيوصل، مفيش ترانزيت بيتكلم عن مفيش بقى يبقى مثلا راكب من احدى الدول الاوروبيه اللي ما فيهاش خط طيران مباشر فينزل مضطر ينزل في فرانكفورت ولا في باريس ولا في كده علشان يوصل للقاهره. في خط مباشر بياخده من نقطه A بيوصل لنقطه Z. طيب حضرتك قلتي يا فندم، حضرتك قلتي او انه يعني في الحوار وفي اللقاء انه ده مش هينزل على الموقع الالكتروني الويب سايت. مش كده؟ تمام. بس صحيح. العالم شغال بفكرة الويب سايت. هو الفكرة، أنا سؤالي هم هيعرفوا منين؟ يعني هل هيعرفوا عن طريق السفارات؟ هيعرفوا منين طالما مش موجود على الويب سايت؟ هي حضرتك إحنا بنروج لها بشكل مباشر عن طريق عدد من الحاجات. أولا عن طريق السفارات المصرية في الخارج، وإحنا أوريدي النهاردة بعتنا جواب لوزارة الخارجية
وطلبنا منهم إن دعمهم في إن هم يوصلوا هذه المعلومة لجميع البعثات الدبلوماسية في الخارج ومن خلال البعثات الدبلوماسية للجاليات. إحنا كمان متواجدين كوزارة هجرة في على السوشيال ميديا من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا كمان موجودين في الجروبس اللي عاملها الجاليات المصرية في الخارج، سواء كانت هذه جاليات أو كانت متواجدين بشكل فعلي أنا وأعضاء الوزارات، وبنروج برضو من خلال هذه الجروب. بنروج من خلال الإيميلات اللي عندنا للمصريين في الخارج. إحنا أوريدي استضفنا العديد من المؤتمرات، فيهم الكثير من المصريين والعلماء والدارسين وما إلى ذلك، برضو بعتنا إيميلات لكل الناس. فإحنا بنروج بطريقة عشان يعرفوا بطريقة. بس عشان يعرفوا المعلومة. طيب سيادة الوزيرة، لو احنا بنتكلم في تحفيز آخر للمصريين بالخارج كتير. أنا يعني بستأذن حضرتك إن هم الحقيقة أنا بشوف إن طلباتهم ما فيهاش أزمة. لا. يعني فكرة إنه لما تيجي تتكلمي على التصور كده مطلب أساسي للمصريين بالخارج يقولك تحيلي فرصة إن أنا نزل عربية معفاة من الجمارك. أيوة فن. هل ده مطروح؟ ده حضرتك أنا متبنية أراء المصريين في الخارج في هذا المجال، وأنا أوريدي عرضة على معالي رئيس الوزراء، وقمت بالتواصل مع عدد من الوزراء في هذا الشأن. ويعني إن شاء الله يعني نقدر إن إحنا نستطيع إن يبقى في بريك ثرو في الموضوع ده. بس يعني اللي أنا أقدر أقوله دلوقتي إن إحنا أوريدي بنسعى يعني جاهدين لتحقيق مطالب المصريين، ولازم ننتظر لحد نتيجة عرضنا والدراسة يتم الإعلان عنه. أنا مش هقدر أعلن عن أي حاجة في هذا الموضوع. إنما أنا كل يعني واضح إن في ملفات تانية، يعني هم طلباتهم معروفة، محتاجين إن هم يتعاملوا بشكل طبيعي هنا لما ينزلوا صحيح. يلاقوا فرص متساوية في المدارس، بتكلم على المدارس. لازم نعدلهم حضرتك، فرص متميزة في كل المجالات. يعني فرص متميزة في الاستثمار العقاري، وفي ان هو يبقى عنده شقة ويبقى عنده شاليه ويبقى عنده كده. انا مع السيد وزير الاسكان عملت اوريدي بتاع ده اجتماعات في هذا الشأن، وهو وعدني بان هو يدفع بعدد من المشروعات لترويجها من قبلنا، وتبقى للمصريين في الخارج فيها شكل من اشكال التمييز. نفس الحكايه بالنسبه لموضوع السيارات، انا عملت كذا مقابله ومعروض على ده. مطلب اساسي، ده مطلب اساسي يعني معروض على معالي رئيس الوزراء. المقترح وان شاء وعلى الله. وعلى فكره لا يمنع من التفكير في اليه للاستفاده والطمانينه ليهم ايضا. طبعا يا فندم. ومش بس كده، البنوك المحفزات، احنا حضرتك في مؤتمر الكيانات كان من ضمن المجالات بتاعه المؤتمر المجال الخاص بالاستثمار، استثمار المصريين في الخارج في بلدهم الام. وفي هذا المؤتمر الكيانات صدر عنه توصيه بان احنا يبقى في شكل من اشكال المحفزات الماليه والبنكيه التي تدفع بالمصريين في الخارج بان هم يستثمروا مدخراتهم، لان حضرتك شايفه اساسا العالم معظمه ما بقاش بيدي اي نوع من انواع الفوائد على العملات الصعبه في البنوك الخارجيه. وبالرغم من ان في دلوقتي بعض البنوك الدوليه الكبرى اللي ابتدت تفكر في ان هي تدفع نظام اخر، او اوريدي بقى في تغيير في السلوك. ما هو يا سياده الوزيره، يعني بالمنطق لو انا ما لقيتش ميزه موجوده هنا في البلد دي مش موجوده في مكان تاني، طبيعي ان انا اقول طب ليه. طبعا. طبيعي حضرتك، هو ده اللي انا بشتغل عليه from day one. من يوم واحد حضرتك، يعني لو يعني اكيد حضرتك سمع، لان احنا ماشيين بشكل ممنهج very systematic، وبقابل كل الوزراء وبصل الى قناعات تخدم مصالح المصريين في الخارج، لان دفعا مش بس مصلحه مصر في ان هي تحصل على عمله صعبه،
مصلحتنا كمان في ان احنا نربط المصريين في الخارج وابناء الجيل الثاني والثالث طبعًا والرابع اللي هم ذخيره لينا واللي هم قوه ناعمه. صحيح. فإحنا حضرتك مصلحتنا 100% ربط هؤلاء. واضح ان احنا الفترة اللي جاية هنسمع اخبار كويسة والعائد بتاعها هيبقى سريع، لانه تعامل مع مصريين في الخارج كون ان هم تلبى طلباتهم ده معناه العائد سريع، ده يعني ده أسرع استثمار ممكن يكون بيحصل. هتابع مع حضرتك واسمحي لي إن نبقى نعرف يعني الموافقات اللي اتخذت بعد لقاء حضرتك مع معالي رئيس الوزراء ومع بعض الوزراء، إيه لطمأنة وتوفير عايزين نقول وتحقيق مطالب المصريين في الخارج بعد إذن حضرتك سيادة الوزيرة. بشكرك فن، تشرفت بلقاء حضرتك سيادة الوزيرة سهى جندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ولو حد اللي بيتابعنا وبيتابع برنامجي في الخارج عنده اقتراح، عنده رأي، شايف ان هم ليهم طلبات او ليهم متفقين على طلبات يستفيدوا منها وفي نفس الوقت يفيدوا البلد، أرجوكوا ابعتوا لنا على صفحة البرنامج. والفترة دي يعني كان سيادة الرئيس الصبح بيقول إنه إحنا لازم نحط إيدينا في إيد بعض ونجتهد ونحل كل معوقات المستثمرين ورجال الأعمال. الفترة دي محتاجة الجميع كله يفكر، وكله يبقى جاهز برأيه وكله يبقى جاهز بحلوله علشان نعدي الفترة الصعبة دي علشان الدنيا ما تبقاش علينا أصعب. إن شاء الله يا رب خلينا نتفائل واللي جاي يبقى أفضل. بشكر حضراتكم وشوف حضراتكم بكرة على خير. مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.